ها يا حمادة. الأم أولا كلنا ندري بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أولا عن الأم، لكن احنا جالسين نتكلم في الأم كشخص. أمي شخصية قيادية يا شيخ، شخصية قيادية، مي بأم هي أم لطيفة ومسوي كل شيء، لكن ما أدري وش أوصف أمي يا جماعة. إلى يومنا هذا، إلى اليوم هذا وأنا أكلمكم وهي تربيني، الله يطول إلى الآن أنا أبو عيال الآن، وإلى الآن تربينا أنا وإخواني، حتى كل شيء نسويه. دقيقة أنا جالس أبي أرتب كلمات، ما أدري شو أمي، ما أقدر أرتب كلمات والله، ما أقدر أرتب، ما ترتب قسما بالله، ما ترتب. حينما أتحدث عن أمي يما جعل ربي يطول عمرش، آمين، جعلني في ذو ترجيلش، والله العظيم ما أدري شو أقول، لكن أنا ما أقدر والله. تفضل يا سيدي. الله يخليها لك يا حبيبي. البودي بودي مرة، والمكينة مكينة رجال. هذا مع نعم. حريم القياديات. نعم. ما شاء الله. كانها رجالة يعني، ما شاء الله تبارك الله. تربيتها وتوجيهها ومواجهها وما شاء الله تبارك الله. ما سادة عن كل شيء مثل نعم. ما قال يقول ما حسيت بفقد أبوي. يا سلام. الله يجعل الشعور ذا لأن أمه سدت. ولا ما في احد ما يشعر بفقد ابوه، لكن لان امه سبحانه تقمص شخصيه ابوه وامه، قامت بكلش يا سلام، فخلتهم ما يحتاجون انهم ما عندهم اب، كانها هي الاب. الله اكبر. لذلك الله يرزقنا واياكم بره. امين امين. سياف.